السلام عليكم. هذه آخر تطورات الأشغال بملعب تيزي وزو، والوتيرة راهي يعني متسارعة، يعني ريتم سوتوني كما يقولوا. نتمنى إن شاء الله تنتهي الأشغال في موعدها. وبالنسبة للألوان تاع الكراسي، بعض الناس داروا لي تعليقات، كان من المفروض ملعب قسنطينة ما يديروش بالأحمر والأبيض، هذا الزوج اللونين كان من المفروض ما يديرهمش في ملعب قسنطينة، يعني بدون سبب، لأن الأبيض والأحمر يعني موجود في يعني كان مصمم في عنابة وفي وهران، وكان ممكن نتفادى اللونين هادو بالنسبة لملعب قسنطينة اللي هما عندهم السياسي وعندهم يعني مولودية قسنطينة اللي ما عندهاش اللون الأحمر والأبيض، والأخضر هو السائد، الأخضر الأسود كان المفروض يتفاداو هذ اللونين، يعني باش الإنسان يجيب أكثر تنوع في يعني في العروض. أترككم مع هذا الفيديو الرائع عن آخر الأشغال لملعب تيزي وزو، والسلام عليكم.